كابتن عصام تقول ايه للشباب المصري اللي هو عايشين 25 سنه وحاسس بالياس والاحباط والدنيا سودا في وشه؟ لا مفيش حاجه اسمها احباط ولا في حاجه اسمها ياس. مفيش حاجه اسمها احباط ولا حاجه اسمها اصرار وطموح. دام عندك اصرار وطموح هنكسر الدنيا. ده اما هتقعد بقى تبص لنفسك وتقعد تقول مش عارف ايه انا اشتغلت النهارده وعملت حاجه. لا يعني انا من طبعي لما احس ان انا في حضري لما احس ان انا اليوم النهارده ده عدى عليا من غير ما اجتهد واتعب واشتغل احس ان انا مش جاي في النوم بتاعي راحه الان عايز اليوم الجديد يجي عشان اتعب بس. اما نتمنى زي ما قلت لك ان كل واحد ما هوش لازم يكون يحط حضره قدامه يشوف اي يعني اي واحد ناجح في مجاله اي نموذج ناجح يحط قدامه النموذج ده عايز ايه. يا كابتن شباب صغير 20 سنه يقول لك انا محبط وعايز اسيب البلد هيعرف ايه اصلا؟ هتقول تقول ايه بقى؟ حتى لو بيسيب البلد هيروح ازاي؟ يسافر ازاي؟ ما هو عنده جيش زي ما انت بتقول وعنده حاجات وعنده مسؤوليه وهيروح يعمل ايه اصلا؟ وهيروح يعمل ايه؟ هو طبعا مش عارف يشتغل في بلده هيروح يشتغل في بلد ثانيه؟ ما فيش بس هو زي ما قلت لك هو لازم يحط الطموح جواه واصراره وعزيمته هو عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز يعمل ايه؟ هو ده المطلوب. اما انا هشتغل وهقعد وهيجي لي حاجه في ايدي وانا نايم كده هيجي لي فلوس؟ عمره ما هيجي لي فلوس. لازم تجتهد لان ربنا في الدين بيقول وفي الصلاه بيقول لك اسعى يا عبد الله اسعى معايا. اقل حاجه. تسعى عشان تشتغل عشان ربنا يديك بس. حضرتك فعلا بتبدا تدريبك 5 الفجر كل يوم؟ انا حسب اوقاتي حسب البروجرام بتاعي حسب اللي هو الجدول بتاعي بتاع الدوري. يعني الجدول بتاع الدوري بتاعي ده حسب ما يكون لو بلعب كل اسبوع بيبقى في مواعيد معينه ولو بلعب كل 3 ايام لا بيبقى صعب بيبقى في تمرينه واحده بس بتبقى تمرينه يعني فيها زياده شويه. يعني في حد سرب خبر ان حضرتك بتتدرب لوحدك تصحى 5 الفجر بتتدرب لوحدك؟ بس مش لازم اقول لي واحد بقى مش لازم احكي كل اسراري. يعني في حاجات الواحد بيحتفظ بها لنفسه. نتمنى ان كل واحد يعمل يعني ما قلت لك مش لازم يعمل حضري بس اتمنى ان كل واحد يعمل بس في حاجات انا بحتفظ بها لنفسي ما احبش حد يعرف حاجه عني. يعني افرض عايز النهارده زي اقول لك حاجه اطلع حاجه لوجهي اللي مش لازم هو مش لازم هو انا بحتفظ بها لميلي وبين ربنا شغلي بحتفظ بيه وبين ربنا بس.